حقق شعب البحرين في عام 2022 إنجازا ديمقراطيا عظيما بعد المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية 2022، حيث بلغت نسبة المشاركة 73%. نعم، وهي نسبة عالية تؤكد إصرار البحرينيين على المضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. تفاصيل هذا الإنجاز في سياق التقرير التالي. هو ذلك المشهد المتكرر، طوابير المواطنين المتزاحمة على غاية التطوير والبناء الديمقراطي، أنموذج حي ممتد لسلسلة تاريخية وثيقة من الإيمان الراسخ بقوة العمل الديمقراطي وأهميته العظمى لمستقبل الوطن وشعبه. في 2022 صوت الشعب من منبع منهاجه الحر، من منبع الإرادة الأولى، إرادة الشعب والالتفاف حول قائده، قائد المسيرة التنموية الشاملة جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه. في هذا العام صاغ البحرينيون أسمى وأرقى صور الحرية في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، وكانت النتيجة تصويب دقيق ومتقن نحو الغاية الوطنية الخالصة باختيار البحرين وطنا جامعا، كما أنها كانت سهاما على المحاولات التخريبية الهشة. اللي مبين أن هذه يعني كانت محاولات يأس، ولله الحمد تم التعامل معها فورا، واللي نشوفه اليوم من تواجد وحضور هو خير جواب على هذه المحاولات اليأس. وعلى وقع سنابك الخيل تصطف الجموع لتحيي قائد المسيرة ليشهدوا بزوغ نهار فصل آخر من فصول العمل الديمقراطي، وإذانا ببدء مرحلة الفصل التشريعي السادس. فعلى بركة الله نفتتح دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني في فصله التشريعي السادس، لنمضي قدما بعزيمة وطنية صادقة للمزيد من الإنجاز والعطاء، ليتسلم مجلسكم الموقر باستمرارية دستورية منتظمة أمانة العمل ومسؤولية المشاركة في صنع القرار الوطني لخدمة البحرين العزيزة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة للوطن والملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. وها هو المجلس الوطني يلتئم في جو من الألفة والقناعة التامة والضرورة الحتمية بالأدوات الدستورية وتفعيلها من أجل المضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث القائمة على مبدأ التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا العام جعل من البحرينيين برجالهم ونسائهم أوفياء لعهد العقدين، عهد الوفاء وعقدا الازدهار، وهي قصة أخرى من قصص النجاح الصادق والأبي.